بايكونا طفيت لعبة ايالي ارجوك ما تجيش قدامي يا ابن انت بتنجلي الشغل انا عمها من يوم انا قدها احتاجني طلعة من كل احتاج سجاها انا جاي هنا هنا كله يعمل زينا من كله بقى وور بص عمنا عدينا بالقوي وشرحنا فوق قوي يا ابن انت مش زينا ليه تعمل فهلاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين يا جماعة زي ما عدناكم كل الفيديو ما فيش شركات ولا كاتب وحاجات عايز الفيديو ده يوصل اكبر عن زي ما قلنا في الفيديو عليه يا حبيبي احلى 100 مليون صباح على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس اللي متابعه عندنا ان شاء الله النهارده جمعه مباركه علينا وعليكم وكل سنه وانتم طيبين النهارده ان شاء الله بكره رمضان ان شاء الله يا بعده حسب الرؤيه وحسب الاستطلاع عامه كل سنه وانتم طيبين رايحين طبعا الجمعه رايحين سوق الجمعه طبعا كالعاده رايحين متاخرين فطبعا زي ما جينا قلنا بنروحوا عشان نشوفوا حبايبنا ونشوفوا الناس صحابنا ونشوفوا انواع واشكال الكلاب ونجيب لكم برده الاسعار وربنا المستعان. الناس كلمتني الصبح قالت لي الحق الكلاب بتتباع بنص ثمنها عشان رمضان هنروح نشوفوا ايه اللي هيتم دوت وايه الاسعار وايه الدنيا ان شاء الله وربنا يكرمنا ويكرمكم ويكرم كل الناس ويلا بينا يا رب هتوقعنا ولا هنعمل ايه؟ يا رب يمشي اللي قدامك ده بقول لك انت عايز توقعنا النهارده عايز تودينا المستشفى طلعنا بالسلامة يا رب سالمين غانمين الله على البحر وجمال البحر ومتعة البحر ايه ده ايه الجمال ده يا رب بقى تطلع منه اهو ابتدى الصيف اهو حمام السباحة اهو اللي عايز ينزل يلا الله على جمال البر ايوه ايه اللي بيعوم امال ايه ما بينطوا لا اله الا الله لا اله الا الله جمال اسكندريه يا جدعان جمال البحر واسكندريه عامله ازاي يا اخي انتوا عشان تعرفوا الاسكندريه عامله ازاي وصلنا الحمد لله السوق متاخرين كالعاده بس السوق مليان ناس النهارده البيع كان بسعر الكوره. يا عبدو عامل ايه يا عبد؟ طيب يا عبدو. Yeah.
هنبتدي بقى اول السوق اهو بالمعلم سعيد والمعلم احمد اهو. صباح الجمال ابو حميد، ربنا يكرمك ويرزقك على مشتركين القناه كلهم، ربنا يرزقك خير يا رب. النهارده بقى بيقول لك الاسعار النهارده تجاريه، ربنا يرزقه ويرزق الجار. رمضان عاملين تخفيضات على كل العروض، كله عندنا في عروض عشان خاطر شهر رمضان. ربنا يرزقك يا رب. يلا نبتدي بقى ونشوف هنعمل ايه. حتى رب القناه يقول اسم القناه هيتعمل معاه فسح. ربنا يرزقك خير يا رب. والسبيتا برضو دي تبعك صح؟ مناير حمام عندي العيون الخشب وعندي السيل. مانيار عين 12 كله موجود. كل حاجه موجود. طب طبعا بقى يا جماعه احنا مش هنقوله بقى ايه اسعار او اي حاجه، اي حاجه بقى هنحط لكم رقم التليفون، اللي عايز يتواصل مع المعلم احمد والمعلم سعيد يتواصل على طول من خلال التليفون. احنا هنصور لكم الحاجه اللي موجوده، وطبعا هم عندهم حاجات ايه حاجات تانية برضو. ربنا يسهل بقى اللي بيعوز حاجه بالطلب من نزلها. زي ما هم كده كده الحو. للجو برضو الجو النهارده جو حر الحمد لله يا عم، وابتدى بقى الصيف يخش اهو. جراوي برضو اهي، جيرمان وحاجات، كل حاجه بقى ان شاء الله تلاقيها عندهم. ربنا يرزقكم خير يا رب. ما شاء الله برضو بص حاجات جميلة اهي، جراوي جيرمان، الناس اللي بتحب الجيرمانات اي حاجة عندهم موجودة، اكسسوارات علاجات حاجات برضو. هنبصوا في الباترينا ونبصوا برضو على بقية الحاجة اهي. في حاجات تانية ما عرضناش النهارده برضو ايه عشان ايوه هو بقى كله يتابع بقى معاك بقى، ما اكيد مش هتجيب بقى كل الاكسسوارات هنا. برضو حاجات الكنابه هي كلها، الدراي، العلاجات، المكافئات، كل حاجه. طبعا هو بينزل بعينات، لان مش هي طبعا مش هيجيب الدكان ولا يجيب المزرعه هنا اهو، بينزل بعينات اهو كل اي حد. الحمد لله ربنا يرزقكم خير ان شاء الله. برضو حمام اهو، عصافير وحاجات برضو من الحاجات اللي بتطير اهي. ده ايه بقى ده؟ ايه نوعه ايه ده؟ قلتش رازي؟ اه بيت كوين. ما شاء الله. قول بقى نمرتك بقى احمد كده. 012 7 4 5 4 8 7 1 3. طيب تاني برضه. 012 7 4 5 4 8 7 1 3. دي نمرتك، في نمرة تانية ولا حاجة؟ موجود الرقم دوت، هتلاقيه متاح على طول. خلاص ربنا يرزقك، ربنا يرزقك خير يا رب ويكرمك. ربنا يرزقك خير يا ابو حميد. يا عم احمد مكانك يا عم احمد. برضه ايه؟ برضه قال ايه؟ بص بيسيب الكلب بيرمي الكلب، هو دي اخرتك اهي. وافتح مطه عليك الجو. بقول لك ايه بيع كده اهو، بيقول لك فعلا كده كانوا بيبيعوا بنص الثمن النهارده ولا ايه؟ خلص اهو. السلام عليكم. ايه العروس كده
اصغر كلب في السوق اهو. مش هتلاف حق والله ما هتلاف حق. شارينا قلب بسم الله ما شاء الله عليه قد كف الايد. ممكن كف الايد اكبر منه. ده اصغر من كف الايد كمان. ما انا بقول ممكن كف الايد اكبر منه. هي حرانه الشمس بس دربكتها. انت عمك كده ايه؟ ده مقبوله ما هو هو اهو. عمر بتاع كده؟ اصغر اهو. هاتني مع المايك خلاص. اصغر كلب في السوق اهو واكبر كلب في السوق اهو. بصوا بقى الفرق. لا فرق شاسع يا مايقال بصراحه. هاتني مع مايقال اهو. صور انا هنا على التلاين. فعلا والله لو اتلحس يتخن. طلع له صغير ياكلوا والله ولو لاحظ يا ساتر يا رب يا ساتر. اوعى سبعة بس كده. ايه ده ايه ده مش معقولة مش معقولة. بص هتولي بالسوق ايه يلا بينا. انا ماليش في الحاجات دي. عايز واحد يمارس حتة الدينار حلوة. ها مايكل حتة الدينار حلوة. الله اكبر عليك. كده انتوا شايفين الجوازات فقط. علي علي عايز في 1800 جنيه. رقم تليفونك يا كابتن؟ 014 11 673 عنده قد ايه؟ عنده سنه وسبع شهور. بيديه بكام؟ ب 1800 جنيه. زوله كده يا عم بس زوله. كده كده احنا بعد بيو بيو جو كام جو كام اخره 3000 جنيه. رقم تليفونك كام؟ 012 85 3 2 3 6 6 7. بنتين؟ بنتين هو بيتبول. عندهم قد ايه دول؟ عندهم قد ايه؟ عندهم 65. 65 يوم؟ تالف فيهم كام؟ ايه؟ تالف فيهم كام؟ 800 جنيه؟ تالف فيهم 800 جنيه اهو. ورقم تليفونك كده؟ 012 27 34 90 38. عنده قد ايه ده؟ ها؟ عنده قد ايه؟ سنة؟ سنة؟ سنة. ولا كام؟ عايز في كام؟ 2000 جنيه. عايز في 2000 جنيه. 12 12 7 7 4 4 3 3 4 4 7 7 3 9 3 9 بلاك كود اهو نص شايفين اهو. يلا افتكر بيت بول اهو. ايه ده؟ شايفين
هو مشارس بيتي عندك ايه ده؟ ايه؟ 6 شهور بتبيعوا؟ ب 2000 جنيه رقم تليفونك 012 78 33 7827 35 جنيه كامل جرب ده 1000 جنيه كم جروبه معاك؟ معاك 4 جروبه منهم 2 رقم تليفونك طب كده 012 07 18 67 22 ذكر تليفون اهو وشارس كمان اهو تليفون ب 500 جنيه لقى جريفون اهو ب 500 جنيه ما تعوا ما معرف تروا بكل حاجة انت كل ده بتحول له يعني عشان تنزل من فلوس لا خلي بالك برضو ده حنت يعني مش هيجي معاك ايوه اللي الحوارات وكل بص اللي الافلام دي مش هتيجي معاه يا انوار يبقى الجاي المفروض المفروض ايوه مش عادي مش كل حاجه حسب تقليبها اهو ما شاء الله ده 6 شهور يعني 1.5 150 جنيه نوع ايه نوع ايه ده معلم انا ظبطتك قرات السوق بقى ايه ازمات وصدرات وطاقات وكلمات وخناقات وخناقات وحزامات وحاجات اهي انا برضو اي حد محتاج حاجه يكلمه رقم تليفونك كده بقى واقف في رقم تليفونك رقم تليفون 12 2 3 3 5 8 0 8 3 خناقة وهي اكسسوار لا يعني ممكن تتعمل زي مثلا سلسلة يا عم ده جاي شبه جميل قوي يعني في ناس بتحب الحاجات دي بتشتغل رد ايه؟ شايفين ان شاء الله كام جنيه؟ الدكر عامل 1000 والبتاع عامله 800 الدكر عامل 1000 والبتاع عامله 800 عامله 1000 ورقم تليفونك تاي رويال بلاك اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها بيعها بكام ده؟ كام ده؟ 3 مكلفة يعني؟ 3 مرتين ورقم تليفونك ايه؟ بلي رقم تليفونك 12 11 04 7 13 8 ذكر جولدن اهو ده بيزوهم شرس عايزه في كام عايزه في 800 جنيه قولي رقم بس بيرو بس 012 10 26 0 812 ذكر شرس كمان